رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم في الصندوق. موضوع حلقتنا النهاردة هو الفاشون ديزاين. معنا ومعاكم هالة نور الدين، مصممة أزياء وصاحبة براند كيان. نرحب بيها. ازيك يا هالة؟ أهلا بك يا روز، ازيك؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. النهاردة بقى الموضوع كبير جدا، الفاشون ديزاين، وهالة ماسكه في حاجه يعني متوسعه جدا، هو لبس المحجبات، الكاب بقى والعبايات والجلبابات، كل الحاجات، حتى دريسز جايبه كل الحاجات للمحجبات. يعني مش حارمه حد، اللي عايز تلبس بنطلون هتلبس كاب، واللي عايز تلبس محجبات هتلبس جلباب او فستان او عبايه ملونه. بصوا مش حارميكوا، معاها النهارده كوليكشن شتوي خرافي. نبدا بيكي النهارده بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزاكي بقى تقولي لنا حياتك بقى ابتدت ازاي في الكيان الكبير ده. هو كيان طبعا من اول الاسم للوجو، كل فكره فيه كانت مميزه. تمام. بدا الموضوع ده من فتره كبيره جدا. كان شغلي مع فاشون ديزاينر معروفه، ده زود شغفي في الموضوع اكتر. يعني انت اصلا كنت بتشتغلي الاول، يعني انت كنت حابه الموضوع؟ كان شغلي مع فاشون ديزاينر، كنت ماسكه الشغل كله يعتبر، بس فده خلاني حبيت ان انا دخلت في المجال اكتر، فهمت تفاصيله، فهمت الماتيريال، ازاي ان انا اتعامل مع العملاء، اعرف كل عميلة بتفكر ازاي، عايزة تلبس ايه، الموضة الفترة دي عاملة ازاي. بما ان انا بحب الحاجة مميزة اكتر، فده اداني مجال ان انا اعمل حاجة بشكل افضل من ان انت تنزلي وتدوري. ساعات كتير بتبقي محتاجة ان انت حاجة مميزة تنفع معاكي في كل وقت وفي كل مناسبة. صح. اوقات كتير بتنزلي بتلاقي ان الحاجة تقليدية جدا غيرك لابسها، مش عارفة ان انت تختاري حاجة مناسبة. فده خلاني ان انا افكر ان انا ادخل بتصميمات مختلفة خالص. يمكن مش كتير اعملها، عملت فيها تحدي كبير ان انا ادخل بكذا خامة، خامات مستوردة ما بين خامات عادية، بقيت ادمج الالوان، ادمج الماتريال مع بعض. حلو قوي. يعني حبيت ان انا اوصل لحاجة جديدة نقدر ان احنا نتميز بيها عن اي حاجة موجودة. حلو قوي. يعني انت كده اكتسبتي خبرة. اولا عايزين ناخد بقى موضوعك ده نقطة نقطة. طيب. اكتسبتي خبرة من الفاشن ديزاين. طيب. وفي نفس الوقت انت حبيتي تطوري من نفسك، فحبيتي ان انت تشتغلي على نفسك حاجه حاجه. بالظبط. انت بنيتي كيان، هو البراند كيان، وهو كيان فعلا. يعني خدتي الموضوع خطوه خطوه، انت اصلا حابه المجال. يعني انا مش واخداه شغل بس، انا بحب العبايات، بحب لبسها. فما بدأت ان انا اشتغلت مع الفاشن ديزاينر. تمام. بعدها خدت كورس ان انا برضو يأهلني شوية ان انا حل. ابقى فاهمة انا بعمل ايه، اللي هو بتطوري من نفسك وفي نفس الوقت تكتسب خبرة. بالظبط. ان انا لا مش حابة ان انا ابدأ كده على طول، لا حبيت ان انا ادي لنفسي فرصة ان انا افهم مجالي اكبر، بحيث ان انا ما اقابلش صعوبات فيه. الفاشن ديزاين كبير، كبير جدا، وفيه تفاصيل كتيرة جدا. اكيد. فطبيعي ولسه بتعلم فيه طبعا. يعني حتى الان انت لسه بتتعلمي. اكيد. ولسه هفضل اتعلم فيه، زي ما قلت ان هو مجال كبير. طبعًا. فاكيد هفضل اتعلم فيه. دي حاجه كويسه، انت كل ما انا كارير يعني بتبتدي من البدايه، ده كيان. اكيد. وطول ما انا شايفه تشجيع حواليا ان انا حاجتي مميزه، فده بيديني دافع اكبر ان انا اعمل حاجه اكتر. معنا صور ليكي والجمال، عايزينك تشرحي لنا الصوره دي. دي عباية داخل فيها ثلاثة ماتريال ما بين الجلد،
البيج اللي في الشرايط ده جلد، الخامة المشجرة دي خامة بوكلات إيطالي صوف، الخامة الكحلي السادة دي شموا معمولة جداً. بشريط كباسين بطول العباية، يعني هي اصلا يعني اللي هو حتى لو حد مثلا عايز يلبس تحتيها بنطلون ممكن يقدر يفتح مثلا الكباسين لحد النص، يعني اللي هو للمحجبات ومش للمحجبين بالظبط لأي فكرة، وكمان تساعدك ان انت في كذا مناسبة، ممكن لو خارجة بالنهار اللي هو نقدر البسها كذا ستايل. كذا ستايل ممكن تنفع معاكي في مناسبة شيك، تكون حاجة بسيطة، في ناس بتحب ان هي تحضر مناسبتها بعباية تكون لطيفة. ايوه فعلا. بس فانا حاولت ان انا ادمج ما بين ان هي معانا تنفع لده موديل وده. تاني ده شموه برضو، من تحت شموه، في النص شموه، الخامه اللي فوق صوف، الخامه نفسها اللي فوق فيها التفاصيل صغيره واخده من الالوان اللي تحت. حلو قوي. بس وتحتها تلبيسه دي معانا بيزك دريس. صورة تانية شاحنة بتاع القمر ده، انا عاجبني جدا. ده ده اسمه ايه كيب، معمول؟ ده كيب معمول من الصوف والجلد. صوف وجلد يعني داخل مع جلد. السادة ده جلد والصوف كارو. بس هو تفاصيله بسيط جدا، بصوصته من النص. حبيت حتى ان اللي بيلبس كيب او شال مش يغير فكرته برضو شوية، تبقى حاجة مميزة جديدة. ايوه حلو جدا. معانا الستايل ده برضه. دي ستايل مختلف خالص، ده عبارة عن قطعتين، هي القطعة اللي تحت سادة وسيطة، اللي فوق زي الكيب برضو عليها. يعني هي القطعة اللي تحت كاملة لحد فوق، هي كاملة لحد فوق يعني اصلا، كأنها عباية وعليها هي كيب من فوق. عباية سادة خالص، اصل كذا حد هيشوفها فهيفتكر ان هي كذا ستايل، فاحنا عايزين حابين هي نوضح تنفع الستايل ده بكذا ايه. حاجة، تنفع لوحدها كإسدال، ممكن تنفع لوحدها كإسدال، إسدال خروج بشكل شيك. بس معانا الموديل ده كمان. ده موديل كاجوال، هو جينز، عبارة عن جينز في جبردين، حلو قوي. برضو مميز فكرته ان هو واخد جزء بس من الكم، جزء من النص. بس جميل جدا. كلمينا بقى، قولي لنا بتقدري تجيبي الماتيريال بتاعتك منين، ويا ترى بتلاقي فيها صعوبات ان انت تقدري تشتريها ولا لا؟ بصي، هو اللي بيحب الحاجة اكيد مش يعني صعبة شوية، بس اللي حبيبها مش هتبقى صعبة عليه. اكيد طبعا. ده اولا. بالنسبة للخامات، في صعوبة شوية ان انتي تكوني الخامات مع بعض، لان زي ما انتي شايفة انا بحب ان انا ادمج حاجات كتير مع بعض، وحاجات كلها يعتبر معظمها مستوردة. فان انا اوفق خامة مع خامة مع خامة، فده بيعملي طبعا صعوبة شوية ان انا اكون كوني كذا لان نوع هي ماتيريال. لان انا مش بجيب من مكان واحد، بعتمد على كذا مكان، ان هو حتى لو قطعة واحدة ممكن مكان غير المكان التاني خالص اللي انا جايبة منه الحاجة. حلو جدا. ندخل الموديل الجميلة دي، قولي لنا بقى العباية دي ايه. دي عباية شموع، زي ما انتي شايفة الكم بالجزء اللي في النص ده برضو واخد شكل مختلف خالص. تمام. هو الجزء اللي في النص ده جبير، حاجة زي الجبر. وتحت البيزك دوت، هو البيزك، العباية مع البيزك ولا لا هو البيزك البيزك لوحده لوحده. والعباية لوحدها؟ العميلة لما بتكون بتطلب العباية، لو حابة تحتها البيزك مفيش مشكلة، ممكن عباية مفتوحة زي دي بدي حرية الاختيار ان هي تلبس تحتها بيزك، او ان ممكن تطلبها ان هي هي تبقى العباية دي اصلا ممكن يتلبس تحتها بيزك، وفي نفس الوقت ممكن يتلبس بودي وبنطلون، بادي اللي هو وبنطلون، وكمان اختيار تالت ان ممكن عميلة هلا تطلبها النهارده سايبه لكم الاختيار مفتوح على الاخر، اللي هو محجبات وفي نفس الوقت ستايل جامد بالظبط. جدا. ممكن تتعمل بكباسين لحد الاخر تبقى مقفوله، عشان لو يعني عميله انت مش لو حابه العميله طلبت منك انا عايزه العبايه دي بس عايزاها مقفوله، بالظبط بتتنفذ بتعمليها لها مقفوله. مقفوله من الاول للاخر. بالظبط كده. تمام. نشوف الموديل التانيه. شرفتينا. اتفضلي. العباية الجميلة دي حلوة. دي عباية واخدة ما بين الشموع والجلد، حبيت برضو تفاصيلها ان هي تبقى مختلفة شوية. اللي فوق ده عامل زي جلد التعبان، طالع موضة الفترة دي. دمجت ما بين الالوان اللي فيه،
طبعا معظم اللي بيحبوا العبايات طبعا حبهم للعبايه السمراء اكيد مش هيختلف خالص. طبعا فطبعا في كتير بيحبوا العبايات السمراء اكيد واللي هو اللبس الخليجي شويه. اكيد بالظبط. فحبيت طبعا ان انا برضو اغير من الديزاين شويه، ان هم مش العبايه السمراء التقليديه اللي هم متعودين يلبسوها، لا حبيت ان انا ادمج الوان مع بعض واغير في شكلها تماما، يعني ما بين الجلد ما بين الشموع. هي دي داخل فيها ديب كباسين من الاول للاخر برضو؟ ديب كباسين، وبرضو لو عميله حابه ان تطلبها مفتوحه ما فيش اي مشكله تحتها. يعني هي مفتوحه، هي اصلا هي مفتوحه يعني يتلبس تحتيها بنطلون عادي برضو. ممكن بنطلون، ممكن تبقى من غير كباسين خالص، تبقى تحتها بيزك دريس اسود. طب انا عايزه اسالك سؤال، لو عبايه زي كده شرفتيني يا جميل، لو عبايه زي كده مثلا عايزينها يعني حد طلبها منك، هي دلوقتي مقفوله بكباسين، حد طلبها منك تبقى مفتوحه من غير الكباسين وعشان يلبس تحتها بيزك يبقى مفتوح، بتقدري تنفذيها له؟ اكيد اكيد بنفذ كل العميله بتطلبه اصلا، يعني كذا عميله تطلب مني اضيف حاجات مختلفه خالص في العبايه. يا ترى بقى انت ليكي حريه، يعني عندك حريه في اختيارات العميل، ولا لازما لو مثلا هو بعت لك تصميم معين ولقيتي مثلا حاجه فيه في التصميم ديت مش هتبقى نافعه او هتقلل مثلا من شكل الديزاين بتاعك، يا ترى بيبقى فيه حريه الراي ولا فيه ديكتاتوريه؟ لا فانت بتقرري ان انت هتعملي اللي انت عايزاه. انا لا مش بقرر اللي انا عايزاه، بيبقى فيه حوار ما بيني وبين العميله. لان ما ينفعش ان انا اطلع لها حاجه حتى لو هي عايزاها بس انا شايفه ان هي هتدي شكل غلط في الاخر، ممكن تاثر على الشكل اللي هي طالباه، ممكن تكون مش مكونه الفكره صح في دماغها. فلازم بديها رايي ان كان ده ينفع او لا. طب كويس جدا. العبايه الجميله دي، دي برضو دمجة كذا خامة كذا لون، معانا اللون الأخضر ده كتان صوف. كتان؟ كتان. حلو قوي. والخط البيج الخفيف ده برضو كتان، اللي هو داخل بين اللون واللون. والأسود شموع، والخامة الملونة دي خامة صوف إيطالي. دي برضو فكرتها مختلفة خالص، لو حتى هتشوفي الجنب ده واخد الجنب الكتان وصوف واخد برضو الستايل من جنب واحد، بحيث ان هي تدي شكل مختلف خالص للعباية. حلوة جدا. نشوف معانا موديل تاني. شرفتيني جميل. واو حلو ده قوي، حلو ده جدا. ده بقى عبارة عن كيب، فكرته برضو مختلفة، لونين في بعض. ممكن لو لفيتي برضو هيشوفوا الظهر مختلف. انت عاملة الحزام خارج من الناحيتين، يعني اللي هو تقدر ان هي تلمه من النص وفي نفس الوقت لو عايزة تسيبه عشان بتسيبه بس براحتها، عشان ما يبقاش يدخل يدي الجسم. بالضبط كده. فحبيت برضو ان انا ادمج الالوان مع بعض، والخامة نفسها دي خامة جوخ. الخامة كلها كوخ؟ جوخ. هو انا عايز اسال سؤال، هو دلوقتي لو مثلا حد كلاينت مثلا شافت الكاب وقالت لك هو حلو جدا بس انا عايزاكي تغيري لي اللون ده مثلا، اللي هو بغير الالوان، اللون الجملي ده مثلا؟ بغير الالوان. بتغيري لها اللون وتعمليه لها زي ما هي عايزاه؟ بالظبط. انت عندك حرية الرأي جميلة جدا. طبعا بدي اختيارات كتيرة جدا. نورتيني يا ام. انا عجبني جدا ان انت ماسكه في تصميم اللي هو الشتوي الهادي، اللي هو مفيش فيه شغل كتير، فاللي هو يوجع العين. بالزبط. لا بالعكس، ده انت الشغل بتاعك اللي هو مريح للعين جدا. بالزبط. بتختاري الوان راقيه جدا جدا. قولي لي بقى يا لولو، العبايه الجميله اللي جايه علينا دي، انا كنت هتكلم في حاجات كتير بس العبايه ابهرتني حقيقي. ادخلي يا لولو. الله، دي واخده كذا قماشه، واخده حاجات كتير. كل ده اولا الظهر ده شموه ساده، لو هتلفي هيشوفوه، ده شموه ساده الفورير. بعدين واخده قدام قطيفه لو هتلفي، والتايجر ده جبردين ستريتش، دي خامه مستورده برضو، صعوبه ان انت هتلاقيها اصلا. يعني انت كمان بتجيبي حاجات مستورده؟ طبعا لازم بدخل جزء من شغلي عشان يميز الحاجه اكتر. تالي انا شايفه كل اغلب ماتيريال اللي انت بتشتغلي بيها المستورد. اكيد
ده بيدي قيمة أكبر للحاجة اللي أنا بعملها. كويس جدا. هو هي مش عقدة الخواجه ولا حاجه، عشان ما ندخلش في سكه هو عقدة تحدي. الخواجه، بس هو في ماتريال فعلا لازم تجيبي فيه حاجات مستورده علشان تقدري ان انت تدمجي بحاجه تانية. اكيد. هو التصميم خرافي. مرسي. نورتيني جميل. نشوف التصميم التاني. حلو جدا. ده بسوسته من الاول للاخر. قولي لنا بقى هو تدخل يعني داخل فيه ايه. بصي، هي تعتبر كلها شموع. الخط البيج اللي في النص ده جلد، يعني دي الحاجة الوحيدة المختلفة فيها. بس لو تشوفي الظهر كمان، لو لفيتي لون برضو مختلف. يعني انا حبيت برضو ان الشتاء معروف ان الوانه هاديه. ايوه، الشتاء ماسكه في البنيات بالظبط، والكحلي فانا حبيت ان الزيتي. انا اكسر التقليدي ده شويه، بحيث ان انا ايه برضو تبقى في المألوف بتاع الشتاء. حلو جدا، والكوليكشن معاكي جميل قوي، والموديل حلوه، فيعني محليه كمان الحاجه. انا عايز اسالك سؤال بقى، انت الحاجات دي يعني سهله عليكي ان انت، انا دلوقتي شفت التصميم، بتاخدي وقت قد ايه؟ لو انا مثلا واحده عايزه عجبني التصميم فطلبته مثلا النهارده، شرفتيني جميل. هو بيفرق طبعا على حجم الاوردرات، تمام. لان تنفيذ كل قطعه بياخد وقت شويه. يعني بياخد من قد ايه لقد ايه مثلا باخد اسبوع لعشر ايام القطعه مثلا؟ يعني انا لحد ما جيت توصل طلبت للعميله. اوردر مثلا، فهو لو هو موجود بتوفرهولي، بالظبط لو انا طالبه فيه تغيير معين بالظبط، فبياخد تغيير وقت. وتغيير مقاسات، لان ده برضو بيفرق. فبيخليني ان انا يعني اطلع القطعه لحد ما توصل للعميله بتاخد في اسبوع او 10 ايام. حلو جدا. قولي لي بقى يا لولو، الكيان اللي انت بنيتيه ده عايزه تعملي ايه بقى في الفتره الجايه؟ داخل علينا 2021، فعايزه تعملي كيان اكبر من الكيان اللي انت فيه، فعايزه تكملي بايه؟ هو اولا انا لسه بادئه، يعني بقالي كام شهر بدات بالكوليكشن الصيفي، بعدها دخلت في الكوليكشن الشتوي على طول. اكيد عندي يعني توسعات اكبر ان انا اعمل حاجات تانية مع الوقت. كان لازم ان انا ادرس المجال حواليا اكتر، بحيث ان طبعا. انا لما احب ان انا اعمل حاجة تانية اكيد هتبقى حاجة مميزة برضو. وان شاء الله يعني في مفاجآت تانية اكتر قدام، لكل اللي بيتابعوني وبيتابعوا كيان هيعرفوها. حلو جدا. دي اخبار هنوفر متسربه من برنامجنا في الصندوق يا جماعه، عشان تعرفوا ان في الصندوق بيطلع اسرار كتير. ان شاء الله هيكون في حاجات مميزه اكتر قدام، ومش هيبقى بس واقفه على العبايات او الكاجوال، هيلاقوا حاجات تانية كتير هتبقى منوعه، بحيث ان كيان ده يبقى حاجه كبيره ان انت تقدري توفري منها كل حاجتك اللي انت عايزاها في وقت واحد. تمام. هندخل الموديلز الجميله معانا، العباية باين ان هي مش شموع صح؟ لا مش شموع، ما فيهاش شموع. ده كتان صوف داخل برضو الوان مع بعض. هو هي كلها كتان. كلها كتان صوف شتوي، عشان برضو في كتان صيفي، فالناس بتخاف ان هي تبقى بيختلط خفيفة. عليهم الامر. لا يا جماعة، ده كتان شتوي عشان الجو ساقع جدا، بالظبط كده. فاحنا هنلبسكم دافي ان شاء الله. دمج الالوان برضو كانت حاجة صعبة شوية، بحيث ان انت تطلعي الشكل النهائي. ثلاث ده الوان خرافيين حلوين بالظبط. جدا. وكمان في سوسته في النص، دي سوسته سحريه مش باينه، اللي هي لحد بالظبط الصدر، سوسته واخده لحد الصدر، دي بالظبط سوسته كده. سحريه. مش باينه خالص حتى في العبايه، بحيث ان انت ما يبقاش في شكل مضايقك في الاخر في العبايه، فلا يديك الشكل ده في الاخر ان هي ما فيش حاجه باينه، ما تاثرش على شكل العبايه في الاخر. حلو جدا. هو تصميمها خرافي. لفي كده يا لولو وريها لنا من ورا عامله ازاي. هي واخده التصميم ساده من ورا. تمام. حلو جدا. تصميم ساده. معانا حاجه تاني كده، نكون خلصنا الكوليكشن الجميل. ماشي. وعايزين بقى نكمل مع لولو الاموره اللي مشرفانا النهارده. قولي لي بقى يا لولو، انت بتدرسي ايه؟ انا خريجه تجاره قسم اداره اعمال دفعه 2018 ما شاء عين الله. شمس. يعني خريجه تجاره وقدرت ان هي توصل لكيان بره تدريسها وبره دراستها وبره حاجات كتير جدا. دي انا اولا احب اوصل معلومه يعني ناخدها النهارده عبره وعظه. يعني بصوا يا جماعه، هو موضوع ان احنا
نلتزم قوي بدراستنا دوت ما بقاش موجود، فاحنا يعني ما بقاش موجود ان احنا ده لازم انا هشتغل بدراستي، فانا لو ما لقيتش اشتغل بدراستي فهقعد في البيت. لا، الناس بتطور من نفسها، ومعانا واحده النهارده زي هاله، هي خريجه تجاره قدرت ان هي تحقق كيان زي براند كيان، وقدرت ان هي تبقى ليها صفحه على الانستجرام. انت ليكي صفحه على الانستجرام؟ على الانستجرام وعلى الفيسبوك. وعلى الفيسبوك، وليها بيج كمان على الفيسبوك، انا من متابعينها طبعا. ماشي عايزين بقى عايزين نشوف حاجات تانية كتير. وقوليلي بقى الماتيريال اللي انت بتشتغلي بيها ايه انواعها، لان انواع الشتوي كتير جدا، وانا عايزه اعرف كل الانواع اللي انت بتشتغلي فيها، عندي فضول بصراحه. بس هي الماتيريال كتير جدا، يعني في بعض الخامات المستورده. خلينا في الكوليكشن الشتوي. ما بين الشمواه زي ما انت شفتي خامات اصلا مستورده، هتلاقيها يعني صعب ان انت تشوفي لها مسمى تقليدي اساسا ليها. هتلاقي ما بين الشمواه، الجوخ، الكتان، الصوف، حاجات كتيره جدا، انا دمجه حاجات كتير مع بعض. الجلد طبعا، في ناس طبعا الشتاء معروف بالجلد. ايوه طبعا. حاولت طبعا ان انا برضو اوفر على قد ما اقدر ان انا تبقى في داخل فيها جلد شويه. بس دي كانت معظم الحاجات للكولكشن الشتوي الفتره دي، مع الفرو طبعا. بس حلو قوي. انت طبعا يعني ان شاء الله تطلعي معانا حلقه تانية كولكشن كبير كده صيفي. اكيد ستيف ان شاء الله. بس الموديل اللي عاملين لنا مفاجاه كده، ان هم عايزين يطلعوا الاثنين مع بعض، حاجه جميله جدا. فممكن نطلع واحده من هنا واحده من هنا كده. اكيد. ده اكبر يعني يا جماعه، هو من قناه الصحه والجمال بنعلن ان هاله بتعمل عندنا ديفيلي، يعني ده ديفيلي لبراند كيان. ميرسي. هو زي ما انتم شايفين برده، انا عجبني جدا ان انت غيرتي ستايل الطرحه، اللي هو عايزه اعرفكم يا جماعه بالزبط. ان هي تقدر تلبس تربو، وفي نفس الوقت تقدر تلبس طرحه عادي جدا، محجبه او مش محجبه هيمشي معاها حلو جدا. هو الكاب اصلا في حد ذاته ممكن كمان الكاب برده عشان ما يبقاش مقيده بالبنطلون، ممكن كمان يبقى بيزك دريس تحت منه. يعني هي ممكن تلبس دلوقتي بيزك دريس بحيث ان هو محجبات بالظبط، هيلا مش حرماكم من حاجه النهارده، كاب وهينفع محجبات او مش محجبات، العبايات كذلك، الجلبابات كذلك. ايه القمر ده؟ ايه الحاجات القمر دي؟ حلو جدا. دي برضه المناسبه لطيفه جدا، يعني تكون ماشيه مع المناسبات اكتر، حاجه مميزه برضه. شكرا ليكوا يا قمرات. قولي لنا بقى يا لولو، نفسك في ايه تعمليه في 2021؟ هو زي ما قلنا من شويه، اكيد انا مش هقف على حاجه معينه، حابه ان انا اطور من نفسي اكتر ومن شغلي. حابه ان انا مع الوقت هدخل في مجال الاطفال، هدخل في مجال السكارفات، هتلاقيني داخله في مجالات كتير جدا، اكيد اللي بيتابعوني هيشوفوها قريب ان شاء الله. يعني انت هتعملي لنا سكارفات؟ طبعا سكارفات. واو يا جماعه، يعني وشغل اطفال هبدا فيه. احنا اولا عايزين نشكر الدريس اللي انتي لابساه النهارده الجميل ده. يا جماعه هي عرفت ان هي طالعه معايا في الحلقه، ودي حاجه كبيره جدا بالنسبه لي ومشرفاني طبعا ومنوراني. النهارده هيلا عارفه ان هي طالعه معانا في الحلقه، فعملت الفستان الجميل اللي هي لابساه النهارده ده. كنتي منوراني حبيبتي، وحقيقي حلقتك كانت جميله جدا وخفيفه على القلب. وطبعا زي ما قلت لكم ان احنا خدنا الحلقه النهارده عبره وعظه، ان مش شهادتك اللي بتايدك ان انت ابقى في مجال معين، لا، انا فكري وتصميماتي وحياتي ان انا اقدر اطور من نفسي. عايزاكم دايما كل البنات وكل الستات اللي قاعدين في البيوت، وكل الناس البنوتات الجمال، ما ترتبطيش ازاي ان انا خدت شهاده معينه وقعدت بيها في البيت، او ما اتعلمتش وقعدت في البيت، لا، انا اقدر اطور من نفسي وابقى اكبر حد واعمل لنفسي كارير بنفسي. كان معانا الحلقه اللي فاتت الهاند ميد، والحلقه المره دي عن الفاشن ديزاين، الحلقتين كانهم بيكملوا بعض. دي كانت بتعمل حاجات يدويه وفرحانه بيها جدا، وهي اللي افتكرتها، وكانت بتلم نقود اللي هي قعدت تحوشه وتطليها وكده، وهي قعدت تطور من نفسها عشان
توصل لكارير معين واشتغلت على نفسها كتير. فانا احب اشكرك يا هاله جدا. ميرسي يا هاتي، وكانت حلقتك لطيفه جدا وخفيفه على القلب. وحابه برضه اوضح حاجه للجمهور، وبشكر المودلز الجمال، وحابه اشكر والدي ووالدتي وزوجي على وقوفهم جنبي، وعايزه اشكر متابعيني عشان الحلقه اللي فاتت جابت كومنتات ولايكات كتير على اليوتيوب وما كنتش متخيله بجد. واستنوني كل حلقه ان شاء الله هطلع لكم حاجه جديده من الصندوق. انتظروني الحلقه الجايه. باي باي.